السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت نموذج أسئلة علوم للصف الثاني المتوسط نهاية الكورس الأول. كتبت كيمياء وأحياء، كاتبة طبعا عدة نماذج ومرشحات، لكن هاي لأن قسم من المتابعين عندهم امتحان باكر وإن شاء الله يستفادون من هذه المرشحات. سؤال الأول: املأ الفراغات الآتية. الغازات النبيلة هي عناصر أغلفتها الخارجية مشبعة بالإلكترونات، يعني الغازات النبيلة. شحنة النواة هي شحنة موجبة. قوة فاندرفالز هي قوة فيزيائية وليست روابط كيميائية. سؤال الثاني: ماذا تعني الأرقام الآتية؟ هنا عندنا حامض الفسفوريك، يعني يقول لك ماذا تعني الأرقام الآتية؟ هنا عندنا عدد جزيئات، طبعا الجزيئات باليسار والذرات تصير باليمين. عدد جزيئات المركب حامض الفسفوريك 5، نقول عدد ذرات الهيدروجين 3، عدد ذرات الفسفور 1، عدد ذرات الأكسجين 4. سؤال الثالث: أعطي الصيغ الكيميائية للمركبات الآتية: أكسيد الكالسيوم CaO، بروميد المغنيسيوم MgBr2، كلوريد الصوديوم NaCl. السؤال الرابع: أعطي الصيغ الكيميائية للمركبات الآتية: عندنا أكسيد الكالسيوم CaO، بروميد المغنيسيوم MgBr2، كلوريد الصوديوم NaCl. الأحياء نقول علل: سميت البرمائيات بهذا الاسم. الجواب: لأنها تعيش في الماء في الفترة الأولى من حياتها وتتنفس الهواء المذاب في الماء، ثم تترك الماء إلى اليابسة لتتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئات. علل: سميت الزواحف بهذا الاسم لأنها يعني لها أطراف قصيرة أو معدومة مثل الأفاعي. هنا مقارنة بين ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين. ذوات الفلقة الواحدة نباتاتها عشبية، الفلقتين نباتاتها كثيرة التنوع تضم الأعشاب والأشجار. ذوات الفلقة الواحدة بذورها ذات الفلقة الواحدة، ذوات الفلقتين بذورها ذات الفلقتين. ذوات الفلقة الواحدة أوراقها جنينية، وهنا أوراقها ذات تعرق شبكي، جذورها ليفية وجذورها وتدية. قارن بين الأسماك الغضروفية والعظمية، أسماك غضروفية وأسماك عظمية. هنا هيكلها غضروفي هيكلها عظمي، تتنفس بواسطة الخياشم تحتوي على غطاء، تتنفس بواسطة الخياشم اللي تحتوي على غطاء، تكون ولودة أو بيضوية، هنا تكون فقط بيوضة. الفم بطني الموقع، هنا الفم أمام الموقع. ارسم مؤشر على الأجزاء اليوغلينية بعدكم والبراميسيوم. ما وظيفة كل من النواة الصغيرة في البراميسيوم؟ التكاثر، الأقدام الكاذبة، الحركة في الأميبة، الزعنفة تساعد السمكة على السباحة، والفجوة المتقلصة الإفراز. يعني مو بس هذا اني يعني تقرون النموذج، لا، يعني أنا نزلة عدة نماذج ومرشحات وكل شيء منزلة، يعني مو تعتمدون بس على هذه، لا، هذه قروها. يعني قلت لين باكر امتحانكم، بس قلت من المتابعين وإن شاء الله تستفادون من عدها، وبالتوفيق.